بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الأحد الموافق 2 يونيو لعام 2024 يوم الأحد، بدء العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية، القطاع العام وأيضا القطاع الخاص وأيضا امتحانات المراحل المتنقلة للجامعات. كل هذا وذاك بينطلق في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الذروة الصباحية، لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع دارات المرور ومحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا أيضا تنسيق تام ومستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير السريعة صحراوية وزراعية بمناسبة عودة السادة المواطنين ذهابا وإيابا من المحافظات الأخرى والمدن الساحلية عقب انتهاء أجازة نهاية الأسبوع. كثافات متحركة تظهر في الشارع المصري مع صباح اليوم، وخاصة في بعض المناطق الحيوية المؤدية للوزارات الخدمية وإلى الجامعات التي تنعقد فيها لجان الامتحانات، لذلك تم تعزيز تلك المناطق بخدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش، وذلك لسحب أي كثافات مرورية والتعامل مع أي عوائق مرورية. ارتفاع درجات الحرارة ما زال مستمرا حتى الآن، مما أدى لتباطؤ حركة سير السيارات، بالإضافة أيضا إلى بعض الأعطال البسيطة التي تحدث للسيارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لذلك تم تعزيز كافة المناطق بالأوناش وسيارات البيجي باجي أعلى الكباري بهدف التعامل مع أي أعطال مرورية وسحب تلك السيارات على جانبي الطريق حتى لا يكون لها أي تأثير سلبي على الحركة المرورية. كورنيش النيل يشهد كثافات مرورية عالية، وخاصة القادم من زهراء المعادي والمعادي اتجاه مناطق المنيل واتجاه مطلع كوبري الملك عبدالله الصالح، وأيضا القادم من منزل كوبري 15 مايو اتجاه مسطح أرضي الكورنيش اتجاه أيضا مسطح أرضي الكورنيش اتجاه القصر العيني، وكذلك اتجاه مطلع كوبري 6 أكتوبر من عبد المنعم رياض. لذلك تم تعزيز خدمات مرورية مكثفة بطريق الكورنيش لمنع انتظار الخطي والوقوف صف أول. مناطق وسط المدينة تم تعزيزها أيضا بخدمات مرورية مكثفة لمنع انتظار الخطي والوقوف صف أول حتى لا يسبب أي تكاثفات أو تراكمات مرورية، وسحب الكثافات المتحركة القادمة من شارع عبد الخالق الثروت اتجاه مناطق وسط المدينة وخاصة المتجه إلى نفا الأزهر. شارع رمسيس القادم من مناطق غمرة اتجاه مسطح أرضي شارع رمسيس اتجاه ميدان رمسيس وشارع الجلاء يشهد أيضا كثافات مرورية عالية، لذلك يفضل المتجه إلى مناطق الجيزة ومناطق وسط المدينة سلوك مطلع كوبري 6 أكتوبر من غمرة نظرا للانتظار والمواقف العشوائية بميدان رمسيس لنزل نزول وصعود الركاب اتجاه محطة مصر الخدمات المعنية من قبل الإدارة العامة للمرور. على الطريق الدائري يشهد أيضا كثافات مرورية عالية حاليا، وخاصة القادم من القاهرة اتجاه الجيزة تحديدا أعلى المربوطية اتجاه منزل الرماية واتجاه منزل طريق الواحات. طريق الواحات في الاتجاهين يشهد حاليا كثافات مرورية عالية بسبب الإغلاقات الجزئية، وخاصة القادم من مدينة الإنتاج الإعلامي اتجاه طريق الفيوم الصحراوي. شرق القاهرة بحمد الله بيشهد سيولة مرورية، شمال القاهرة أيضا إلى حد ما بيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه إلى ميدان أحمد حلمي ونفع عبود يشهد بعض الكثافات المتحركة وخاصة القادم من شارع شبرا. أيضا بالنسبة لجنوب القاهرة بالنسبة لمناطق المعادي داخل مناطق المعادي وتحديدا شارع 9 بيشهد بعض الكثافات المتحركة اتجاه طريق الكورنيش، غير ذلك الأمور طبيعية تماما في مناطق المعادي، وأيضا القادم من طريق الكورنيش من المعادي اتجاه طرة الحمد لله بيشهد سيولة مرورية حتى الآن. بحمد الله بالنسبة لمناطق وسط المدينة تم التعامل مع أي انتظار خاطئ وتم رفع بالأوناش تلك السيارات الموجودة صف أول حتى لا تسبب أي تراكمات أو كثافات مرورية، نظرا لقيام بعض المحلات بعمل أوكازيونات حتى لا يكون لها تأثير سلبي على حركة سير المشاة أيضا على الرصيف. التعامل أيضا مع كافة الخدمات المرورية بكل جدية وحزم بالنسبة لكافة أنواع المخالفات، حيث تم تكثيف الحملات شرق القاهرة ومناطق شمال القاهرة ومناطق الجيزة ومناطق وسط الجيزة بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط إيقاع حركة سير السيارات.